اهلا وسهلا بالساده المشاهدين وحلقه خاصه جدا من برنامجكم اللي بتحبوه شيف ونص. الابداع والتميز دائما على شاشه النايل لايف. النهارده مع بعض بنعمل اكلات بسيطه جدا ولكن كالعاده قيمتها الغذائيه عاليه جدا. ولكن جه الوقت اللي احنا نخلط ما بين الاكلات الشعبيه الشهيره قوي وما بين الناس الفيجيتيريان اللي بتحب تاكل خضار. فانا اكتشفت ودي حقيقه يعني مش اكتشاف ولا حاجه بس في اغلبيه ان يعني يحب ياكلوا الخضار بطعم اللحمه بس ما يشوفوش اللحمه. او ياكلوا مثلا شوربه الشعريه بالشوربه بتاعه الدجاج او شوربه اللحمه بس ما ياكلش لا يشوف الفراخ ولا يشوف اللحمه. فالنهارده لقيت السجق البلدي من جزار واحد حبيبي يعني بلدي ولحم ضاني ومتبل ومتظبط، فانا حبيت اعمله فيجيتيريان. يعني ايه يا شيف؟ يعني اجيب تشكيله من الخضار من خير بلدنا واخلط ما بينهم وافكر اسميه ابو الشيف، اسميه ايه؟ فجاء على بالي الترلي طبعا ده كله بيجمع ما بين انواع الخضار. فقلت الترلي او سجق بالترلي مع رز ابيض، احلى اكله اللي هو الترلي اللي هو الخضار ياخد طعم السجق والتست بتاعها والبهارات الحلوه والواحد ياكل طبق خضار، حبه تاكل سجق، حبه جوزك اولادك مفيش مشكله، السجق احنا واخدين عليه وتمام التمام. فنعمل الترلي بالسجق مع طبق رز ابيض يكسر الدنيا. عندنا كمان اكله شعبيه من المطبخ المصري وخاصه الاسكندرانيه حبايبنا اسمها سخينه، شوربه السخينه. السخينه دي عباره عن رز وبصل وزبده. يتحمر البصل على النار ياخد طعمة الشوربه الفرنسيه اللي هي شوربه البصل، وفي الاخير يتحط معلقتين رز يغلوا لغايه لما حبات الرز تنفش كده، يعني تبقى جميله جدا. الشوربه دي بميزتها ان هي مريحه للمعده جدا ويستخدمها شوربه اللحمه وشوربه الدجاج في عمايلها تبقى خطيره. طبعا الاكل الجميل الحلو بما فيه خضار في رز بروتين نشويات فمحتاجين لمنتجات الالبان. عندنا الزبادي، جاء على بالي اعمل صلصه الزبادي بالنعناع ولكن بطريقه شيف ونص المبتكره اللي هو زبادي في الخلاط بدون اي اضافات، زبادي ونعناع وتوم وعصير ليمون ضربه واحده في الخلاط هيكون لونه مخضر شويه وده من المطبخ الهندي بيحبوها قوي بيخلوه سبايسي شويه كده الواحد ياكل معاه طبقين رز وهو بيقول ايه السلام عليكم. حلو الكلام. نبدا بقى يا شيف، احنا شرحنا نظري ورينا بقى شطارتك يا عم احمد. هنعمل الترلي بالسجق، مقاديره على الشاشه والصوره تتحدث عن نفسها. معانا الترلي بالسجق، كل انواع الخضار موجوده عندنا، بطاطس، بتنجان، فلفله، كوسه، حلو الكلام، طماطم، فلفل حار، الرز المصري الجميل، ومعانا سجق بلدي زي الفل كده زي الفل تمام. الرز معانا ست الكل، تمام، حلو الكلام. شايفين المقادير على الشاشه، الاخراج الجميل، خضروات جميله من خير بلدنا مصر ام الدنيا. معانا كوسه، معانا بتنجان، معانا فلفله ملونه، انا بقول من واقع الصوره، ومعانا طماطم ومعانا فلفل حار عشان تبقى سبايسي شويه. ما ننساش طبعا البطاطس الجميله الحلوه اللي هتمد الطبق ده بالنشويات. معانا سجق بلدي ده هنعمله طبعا، نشوف التكنيك في عمايله. وما ننساش طبق رز ابيض ساده من غير اي اضافات غير معلقتين زبده وشكرا. انا حبيت بس اشرح لحضراتكم المقادير، ولكن اذا مش موجود نوع من الخضروات ديت مفيش مشكله، مش هياثر بحاجه. المهم ان يكون في تشكيله من الخضار بقدر الامكان تكون كميه كبيره. طيب نشوف المقادير تاني نكتبها مع بعض. الترلي الاكله العراقيه بيقولوا عليها، ممكن اكله مصريه اكله ريفيه، مع السجق حكايه. ترلي معانا بتنجان انواع ابيض واسود عشان ما حدش يزعل، معانا الفلفل الحار، معانا كمان الكوسه والبصل والطماطم وبطاطس، كل الخضره الجميله الحلوه دي زي الفل. طب تمام، يلا ابو يزيد توكلنا على الله، صباح الرضا. تعالوا مع بعض نبدا نشتغل. الخضار اللي عندنا بقى هنا الكلام ايه هو بقى؟ الله، نختار الخضروات بقى. هنا مش ملاحظين في خضروات ورقيه خالص، لا سبانخ ولا جرجير ولا كرومب ولا سلق ولا رجله، الخضروات الورقيه اللي احنا عارفينها. ليه؟ لان الخضروات اللي انا عملت التشكيله دي كلها تقريبا تستوي كلها مع بعضيها، ولكن وانت بتقطع الخضار يبقى في نسبه وتناسب. يعني ايه؟ يعني البتنجان مثلا بيستوي قبل الكوسه؟ لا، الاثنين بيستوي في وقت واحد، يتقطعوا الاثنين زي بعض. اما البطاطس انا اقطعها حجم صغير. ليه يا عم احمد؟ لان هي على طول ما بتاخدش وقت كتير في السوى، بتستوي بسرعه، فنظبط التقطيعه بتاعتها. حلو الكلام. انا مش هقشر البتنجان، انا هنزله زي ما هو، انا هقطع فيه دلوقتي كده عشان بس ايه اوضح للساده المشاهدين. صباح الفل يا ابو حميد. عم احمد السيدين حبيبي، الله، ادي البتنجان الاسود اهوت، اساتذه المصورين حبايبي، صباح الرضا.
بتنجان ابيض واسود كل اتنين مع بعض. طبعا البتنجان ده يتغسل، غسل بفرشه كويسه. ادي البتنجان النوعين. نيجي للفلفله الحمراء، ما هي الالوان مهمه كمان. الفلفل ده ما ينفعش ان احنا نقطعه صغير، لازم يتقطع كبير. حلو الكلام. زي الفل، كاننا بنعمل شيش طاووق، شيش كباب، شيش طاووق او شيش كباب. حلو، نحط الخضره الحمراء دي كده. عندنا فلفل اخضر. حلو الكلام، نفس القصه. وفرصه اللي مش بيحبوا ان هم ياكلوا لحوم كتير او فراخ كتير، فاحنا نخليهم ياكلوا خضار وفي نفس الوقت واخد طعمه الايه، السجق. ناخد الفلفل الاخضر. طيب ده عندنا بصل. الله، وادي البصل. البصل ده في الاكله، بس طبعا البصل انا هقطعها هنا ايه، مكعب بالشكل ده كده. عندنا فلفل اصفر. الحركه بتاع الشيف ونص بقى اللي هنشوفها دلوقتي هي بقى اللي هتظبط المسائل دي كلها. خلوا بالكم اقول لكم عليها حالا دلوقتي. طبعا ايه، بعد ما اقطع الخضار بالشكل ده كده عشان اخلص من التقطيع، الخضار ده لازم يتغسل كويس. دي كلها تشكيله من الخضار اهي. الكوسه، كوسه وفوائدها مفيده للقلب في الشتاء بالذات، الكوسه بتحلو بصراحه. الحمد لله انا كنت في سوق الخضار كل الخضروات موجوده، اصبحنا نوفر كل البذور دلوقتي، سواء اللي بتتعمل بالسوبيا، يسموها سوبيا يعني بالمزارع والحاجات ديت بواسطه الزراعه التكنيك والتقنيه اللي بيعملوها. صوب، صوب دي جميله جدا، بتبقى موجوده دلوقتي في كل غير مواسمها. كان زمان الواحد مثلا يجي الشتاء ما يشوفش مثلا حاجات معينه، يجي الصيف يشوف كذا، انما دلوقتي في كل المواسم نشوف كل انواع الخضار. حلو، ادي الطماطم برضو نفس القصه، ينزل بالطماطم كده. ايه اللي بيغلي على النار ده؟ ده ميه للرز. الرز طبعا احنا بنغلي شويه ميه على النار، هنحط فيهم شويه هيل، شويه ورق لورو، ونعمل شويه رز مصري حكايه. فلفل حار، انا حابب الفلفل ده عشان الاطفال حلوين هحطه سليم زي ما هو، عشان ايه نفرق بينه. باقي البطاطس لازم فلفل يا عم احمد، يعني الفلفل ده لو بقى الكبار قاعدين على السفره، وخاصه في اطفال دلوقتي بيحبوا الحار، موجود اذا حب حد ياكله مفيش مشكله. ادي البطاطس كمان، كل ده هيستوي امتى يا عم احمد؟ ده عايزه بالظبط كده على مسؤوليتي انا 30 دقيقه في الفرن هيستوي بطريقه الشيف، هقول لكم ازاي. اما لو جينا للاصول هو عايز ساعه، مع الشيف نص ساعه بس للاصول. لو انت هتعمليه لازم تعملي حسابك عايزه ساعه في الفرن. طب ليه يا عم احمد؟ هقول لك حالا دلوقتي. هو ده الكلام، دي البطاطس خلصنا منها، انا مش عاجبني كل ده اشيله، خلصنا. تعالوا مع بعض بقى ايه نشوف الشيف هيعمل ايه. الميه دي انا مش عايزها، هشيلها من هنا خالص علشان اخليها للرز واجيب بدالها الايه الحله ديت. بسم الله. احنا قطعنا الخضار، السجق بطبيعته فيه توابل، الجزر ده ماشي، يلا حطه. حلو، السجق اصلا حته لحمه متبله. الله الله، المنظر ده حلو قوي، اساتذه المصورين الالوان الجميله الحلوه دي كده، حلو قوي. السجق بطبيعته ايه؟ فيه ايه؟ توابل. فانا مش هستخدم توابل كتيره هنا، بس هعمل حركه لطيفه قوي. ايه هي؟ هخلي الطاسه دي تسخن او الحله اللي على النار دي تسخن كويس، معلقتين زيت زيتون، فصين توم. هنحمر السجق ده، نشوحه شويه، ننزل عليه بنص كاسه ميه، ناخد التست مكان التحمير، وفي الاخر نخلط المزيج كله مع بعضه ونتفرج على التورلي بطريقه الشيف. ادي زيت الزيتون، الله، معلقتين من التوم الطازه، تحميره بس اهو، حلو قوي، شايفين الجو ده كده. والتوم بيحمر، والتوم بيحمر نعمل ايه؟ ده الكلام بقى جامد قوي عشان نقول حلو الكلام. شويه زعتر، الله الله، حلو قوي، شويه ايه زعتر،
مع التومة ننزل بالسجق البلدي. هو ده الكلام اهو، وانا حابب انزل بيه زي ما هو كده اهو. الله اهو، هو ده الكلام. واقلبه كده. طبعا السجق بيتجمع من عند الجزار حبيبنا ومعرفة، لازم نصب عليه وناخد رضاه عشان يدينا حتة لحم ايه طازة. اهو محمر السجق كده مع الحلو الكلام اهو. حلو، هياخد شكل دائري على طول اهو. شايفين الجو ده كده؟ الله، تومية، زيت زيتون، زعتر، وحطينا السجق في النار يتحمر. شايفين الجو ده كده؟ هيعجبكم الجو ده. ما هو الطهي ده طرق ومدرسة واسلوب، وبيختلف من اختك لاخت التانية. يعني لو اختين توأم ولا ثلاثة او اتنين في البيت مامتهم مدرسة بتاعتهم، برضو في طريقتهم للطهي هيختلفوا مع بعض. ده مهم جدا. يعني مثلا ايه، لو عندك بنتين وكل بنت متجوزة واحد مثلا شغال في شركة بترول، والتاني شغال مثلا فين مصور مثلا من أساتذة المصورين، حلو، الاتنين دخلهم واحد اه بجد، بتلاقوا النفس مختلف. ليه بقى؟ في واحدة بتحب جوزها اللي شغال في شركة البترول اكتر من المصور. ليه؟ ده بيجيب فلوس من البترول، اما التاني بيجيب فلوس من التصوير. يعني عايز اوصل للمعلومة ان النفس والحب مش قصة بهارات، لا، حبك للمطبخ، حبك لأسرتك، وحبك للأهل، وحبك لحماتك والماما، بينطبع ده فين؟ في الطبق وانت بتطبخيه، حتى وانت بتغرفيه كمان، تجرنشيه، تعملي وردة، تعملي شوية الحركات. أنا حطيت السجق على النار بيتحمر مع فص التوم والزعتر، شايفين التست العالي ده كده؟ أهو، حلو أوي أهو. أهم إيه بقى؟ ركزوا معايا، أحفر حفرة هنا كده بقى. ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. حلو حلو، ركزوا. هناخد السجق الحلو ده كده اللي احنا عملناه زي ما هو. الله. ايه ده؟ ايه ده يا شيف؟ زي ما هو من عند الجزار. تعالى تعالى تعالى. زي الفل. حلو. على طول يتقطع بسرعة طالما شم النار اهو. زي ما هو. حلو؟ زي ما هو كده. هاخده كده واحطه فين؟ مع الخضار بتاعنا. هو ده الكلام. الله. حطه في النص كده عشان ممكن حد مش عايز ياكل. ولكن الطعم فين بقى يا عم احمد؟ الطعم جاي لك دلوقتي حالا حالا. الحلة بقى، حلة مكان التحمير وفص التوم والزعتر، اوعى وشك. هو ده الكلام. شكرا. تكنيك ده تكنيك، دي مدرسة، دي ايه مدرسة. شايفين التست ده كده؟ شوية ملح لزوم الشيء، شوية فلفل اسود لزوم الشيء. الله، تست بقى هنا النفس، حبك بقى تظبط ايه البهارات. ناخد الشربات وناخد المرقة وناخد الحلاوة اللي في الحلة دي كده على فين يا ابو الشيف؟ هو ده الكلام اهو. شايفين الجو ده كده؟ على وش السجق، وش الخضار. الله، مدرسة مدرسة. احنا قلنا مع الشيف هتاخد ايه؟ نص ساعة، ولكن للاصول هي عايزة لها ساعة في الفرن. الاختراع ده عايز له ايه؟ ساعة في الفرن عشان يطلع بما يرضي الله كده ونبقوا راضيين عنه. ولكن ازاي اخد نص ساعة يا عم احمد؟ ده الكلام. كلام ان انا هغطيها بورقة فويل واحطها في الفرن، في ارضية الفرن يا ابو اليزيد، واسيبها تغلي. مع ان ده غلط، بس هنعمله مضطرين عشان نشوف في الاخر اكله اللي هي البطل اهو. طبعا اي بهارات انا ما حطيتش ملح وفلفل والزعتر على التومه، خدت الطعم. الشوربه شفتها ازاي طلعت ما بين اصابع ايدك العشره، نزلنا بالسجق في النص من غير ما نقطعه، علشان يبقى اللي بياكل خضار ياكل خضار، واللي عايز سجق ياكل سجق. هنلاقي ان احنا لما نغطيها طعمه السجق فيها توابل، فالتوابل دي مع البخار هيعمل انسجام مع الخضار، وهتلاقي الخضار واخد طعمه السجق هو لوحده. هناخد الكسرولة الجميلة كنز الحلو ده كده، وواحدة واحدة لغاية الفرن انا والاساتذة المصورين حبايبي. والسؤال اللي ملوش جواب، هنحطها فين؟ في الارضية اساسي طبعا يا ابو اليزيد، هنحطها في ارضية الفرن ونسيبها تعيش لمدة 30 دقيقة زي ما قلت لحضراتكم مع الغطا. ولكن ده غلط، انت المفروض تخليها مكشوفة وتحطها في النص كده وتسيبه كله يستوي مع بعضه ويتحمر. ولكن انا عشان بسرعة خليها في الفرن تغلي، في الاخر هرفع الغطا تاخد وش ونشوفها على الكاميرا الجميله والصوره الجميله والشاشه الجميله. ان شاء
شكلها مشوي وزي الفل. يبقى احنا بنتكلم في الاصول واللي هو يمشي مع الاصول ولكن برضه بطريقه صح. كبير، حد يقدر يكسر كلام الكبير؟ طب وروني كده، والله العظيم حالك يقف على طول، لازم تقول تحيا مصر، والكبير قالها والعالم كله بيشهد له. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، شويه نظافه كده، دي نظافه زي ما بيقولوا علشان ايه مطبخنا يبقى نظيف وزي الفل. وانا واقف كده ايدي في النظافه دايما، وده يريحك بعدين. اللي هو بقى اللي هو انك انت لما تحط الاكل مش هتستعيني بحد، ضيوفك هيتغدوا يقعدوا، بعد الغدا الواحد بينتخ، بعد العشاء الواحد بينتخ، مبيبقاش عايز يتحرك، النشاط كله قبل الاكل. انا حاطط ميه مغليه على النار علشان اعمل فيها الرز المصري الجميل، ولكن هعمله بالحبان، معلقتين سمنه حلوين، هعمل شويه رز حلوين ومش هحط فيهم اي بهارات خالص. علشان ايه يا شيف؟ علشان عندنا السجق متحرمش. هنحط ليه هيل كده، وفي ورق لورو، شويه ملح، حلو اهو، تمام، خلص الرز. السمنه هنيه، فين السمنه؟ معلقه سمنه. عندنا اكله بقى، دي قلت لحضراتكم هي من المطبخ الاسكندراني، ولكن الميزه الاكله ديت بيكون لها تيست عالي قوي. ناخد معلقه سمنه صغيره كده، الله، حلو قوي. وعندنا الرز جاهز، هنعمل شويه رز حلوين كده عشان اكيد في اطفال. الرز على النار عشان حبايبك كلها تاكل. مقادير الرز احنا عارفينها، ميه بتغلى على النار، معلقتين سمنه، معلقتين زبده، معلقتين زيت، حبه تعملي باي طعم، ورق لورو، حبهان، شويه ملح، شكرا، خلص الرز. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل السخينه شوربه من المطبخ الاسكندراني الجميل. حلو، هي دي اكله شعبيه بصراحه، كنت انا في اسكندريه عند قرايبي واكلتها، جميله جدا. سالت عنها قال لك دي اكله شتويه. ايه؟ قال لك بناكلها في الشتاء، حكايه بتدفي. اكلت منها بعد ما اكلت عرقت كده وحسيت الدنيا حر، قلت فعلا والله العظيم فعلا الاكله دي جميله جدا، لازم اعملها. نشوف مقاديرها مع بعض. بصل، رز، سمنه بلدي، بصل ورز وسمنه بلدي. شفت البساطه بتاعت المطبخ المصري ازاي؟ نطلع من الثلاث حاجات دولت اكله حلوه، وملح وفلفل وبس في شويه بهارات مش موجودين عند العطار، وندور على البهارات ديت، مش موجوده. عارفين ايه هي؟ الحب، ان تقف كده تمسك البصلايه، والله العظيم كده، واخد بالك يا ابو اليزيد؟ كده تخيل واحد بيعمل كده خايف لايده تتعور، وهو بيعمل كده يقطش الايه بطنيه ايده، يعني ده الحب. هي بتقطع الست وتمسك البصلايه الاخر بقى ازاي؟ لو تقطعها البنات مش تقطعها كده لغايه اخر حته منها، تلاقي البصلايه ناعمه، لازم البصلايه تتقطع ناعمه وتستوي جامد، وفي الاخر ننزل عليها بالايه بالرز في اخر ما تستوي، نسيبها تعيش مع الرز، هتلاقوا البصلايه دابت وباشت، وحبات الرز هي اللي نابشه بس، والشوربه طعمها خطير. نعملها بشوربه لحمه وشوربه دجاج، مفيش مشكله. نشوف المقادير مع بعض. سخينه، رز، بصل وسمنه بلدي. شفناها اساتذتنا المصورين، المخرجه الاستاذه العظيمه يا نعم. نشوف المقادير. طيب ماشي، بصل وسمنه ورز بس، مش انا هحطهم كده على الطاوله اهو عشان نريح بعضينا اهو. شكرا. دولت انا حبيت بس الثلاثي الجميل الحلو ده اهو زي الفل، بصل وسمنه ورز وملح وفلفل. تعمل بيهم ايه يا شيف؟ اصبروا عليا بس، هنسيب كل اللي الشيف عمله ده وناكل دي. الرز خير بلدنا، بصل من خير بلدنا، سمنه بلدي من بين ايدينا، خير بلدنا. تعالوا مع بعض نقطع البصل. لا نعم، نخليهم حاضر عينيا اهو. حاجه المشاهد لو شافها ممكن يضحك، يقول لك ايه ده؟ يقول لك الشيف فقير ولا ايه؟ ايه الحكايه؟ ما تيجوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. دي ام وامكم بيعملوها، اخت واختك بتعملها، بجد والله اكله جميله جدا. انا اكلتها لسه من ثلاث ايام، عجبتني قوي، قعدت اشرب المعلقه اول مره كده، استطعمت ثاني مره، فيها حاجه غريبه، نوع بهارات غريب، اقول له هو الحب. ازاي تقطع البصله ناعم قوي وتسيبها تتهري مع سمنه بلدي على النار
في الاخر تحط حفنة رز، عشان زي ما اسمه حفنة رز، حفنة رز دي بالبركة كده بيديها، تغسل شوية رز معلقتين رز وتحطهم تسيبهم يغلوا، تلاقي حبات الرز قد كده كأنك بتعمل رز بلبن، خطيرة. نعملها مع بعض دلوقتي. انا حبيت طبعا احط الصينية في الفرن عشان اخلص منها، ودي عايزة ايه صبر شوية على النار طبعا، وبتستوي على نار هادية مش نار شديدة، تسيبها كده توطي عليها النار وتسيبها بقى ايه تعيش شوية. شايفين البصلة بقطعها زعم ازاي؟ لازم ناعم. طبعا انا معرفش اقطع البصلة زي امهاتنا كده، طبعا الناس الطيبين دولت ربنا يديهم الصحة يا رب، الزمن الجميل اللي عايزين نرجع له ده ويا رب يعيده علينا. ادي البصلة اتقطع ناعم كده قوي. والبصل بقى انتوا عارفين ايه، في اهل الريف المصري والصعيد مالوش حل، طازة. شايفين البصلة؟ ده انا عرفت معلومة والله، كنت في السوق التاجر بتاع البصل قال لي تعرف يا شيف يا مغازي، قلت له نعم، قال لي احنا بنودي البصل ده لليبيا وللسودان، كل الناس بتيجي تحمله بالعربيات من هنا، لو احنا مش بنوديه للناس دولت وبنصدره كان زمانه باظ عندنا يا راجل. قال له والله، وبياخدوه رخيص عندنا وبيبقى سعره غالي هناك، بيكسبوا يعني تجارة ان البصل يطلع من هنا يتصدر للايه للشعب الليبي والشعب العراقي والسوداني. يعني بيت مبسوط جدا اهو، يعني البصل بتاعنا ده ربنا اللي قال بصلاه وثومها وعدسها، فلياخدوا البصل من مصر ده كفايه بجد والله، دي من نعم ربنا علينا. مش بنقول مصر فيها خير، شعبها الوحيد اللي بيستمتع بيه والله، عشان كده عايزين نحافظ على مصر والله بجد، والله بكلمكم من قلبي اهو. مش الشاعر اللي قال ده، كلام ربنا، ادخلوا مصر امنين يا دين النبي، امنين مهما يحصل امان، عشان كده العالم بيقولوا كل من اخر الدنيا يستثمروا هنا ويقعدوا ايه ويتمخمخوا، لان احنا ماشيين على ايه كلام ربنا. ادي الطاسه بتسخن حلو، معلقتين سمنه بلد، لازم سمنه بلد يا عم احمد، الاكله دي لازم سمنه بلد حلو، وننزل بالبصله تتحمر كانك بتعملي شوربه البصل الفرنسية. حتى انا جايب طاسة سمكها تخين، دي ما ينفعش نعملها في حلة كده، عشان كده كانت الامهات يعملوها في الحلة النحاس، عارفين الزمن الجميل، قال حلة تقيلة على النار كده راح تشيلها كده، لازم يقول كده صح، الموضوع عجبه ابو يزيد قوي، واضح انه بياكلها. لازم نحمر البصلة كده ونقف عليها. شايفين الطاسة سميكة ازاي؟ نحمر كده. عارفين ان في معلومه مهمه جدا بتقول ان الاكل طعمه بيختلف، ممكن مش البهارات بقى، طريقه الطهي نفسها، الغاز غير الجاز غير الفحم غير الحطب، بجد والله ده بيختلف، غير الكهرباء، النار طبعا بتختلف يا استاذه كريستين، النار بتتحكم في طعم الاكل. يعني بجد شفت البصل، شوف ده الحب اهو، ده الاكل لازم تطلع جميله، طالما قبلت على نفسي ان انا دمع كده البصل زي الفل، سيب البصل يستوي على النار بالشكل ده كده، مش حط اي بهارات خالص غير البصل تستوي بس شويه كده زي الفل. تمام فين كده، لازم البصل يتحمر كويس، لان درجات تحميره البصله هي ايه تتوقف على الطعم، يعني لما كل ما نحمر البصل شويه كل ما تدينا طعم مختلف، والدليل على كده طبق الرز الصيادية بيحب البصل المتحمر قوي، وقشة البصل انا قلت لحضراتكم وعلمتكم عليها ازاي من قشة البصلة نطلع طعمة رز الصيادية حلو. الله، ده احنا عنا البصلة زي الفل، نوطي المية على النار على الرز كده عشان ما يتحرقش. الله تمام. ازاي نعمل حاضر يا استاذه كريستين، بتقول لي ازاي، طب شوربه البصل الفرنسيه بما انك انت جبت سيرتها، حلو بسيطه اهي، دي بصلايه، جبنا البصل ده وعايزين نعمل شوربه البصل الفرنسيه، هنجيب بصلايه اتنين، نجيب تقريبا خمس حبات بصل، وناخد القشر بتاع البصل بعد ما نقطع دي كده طبعا نشيلها خالص، هناخد بشر البصل ده نغسله بميه ساقعه مش ميه سخنه، هيبقى عندنا بصل لونه احمر قشر البصل، هناخد بصلتين معاه كمان نقطعها ونحمرهم فين؟ في معلقتين زيت لغايه لما البصل ده يديني اللون البيون، نسيبه تحمير تحمير وننزل عليه ميه ونسيبه يغلي على النار فتره طويله، طول ما هو بيغلي بيدي ريحه حلوه،
خدنا الريحه بتاعه البصل والطعم بتاعه البصل، الميه البيون، خدنا البيون ده ركناه على جنب. حلو، هنجيب معلقتين دي ندوبهم، معلقتين سمنه وزبده، بقى عندنا ايه الرول اللي هو الزبده والدقيق. هناخد الشوربه بتاعه البصل اللي احنا عملناها من شويه وصفناها، ننزل بيها على الدقيق والزبده ونقلب نقلب، هيبقى عندي قوام كريمي عامل زي اللبن الرايب نقول، عامل زي الكريمه اللباني نقول، ده قوام الشوربه. لا استخدمنا بطاطس ولا استخدمنا نشا ولا اي حاجه، هي عباره عن الزبده والدقيق مع ميه البصل. نسيبه يغلى على النار، خدناه على جنب. نجيب بصلايه زي ديت نحمرها، بعد ما تتحمر كويس ننزل بالبيون ده، او ننزل بالصوص اللي عملناه ده او بالشوربه اللي عملناها دي على البصله، ياخد غلوه تاني، يبقى اصبح شوربه البصل ازاز اللي هي التقديم بقى اللي هنقدم فيها للي هي الضيوف بتوعنا. ونحطها ونجيب شرايح توست نحطها على الوش، هتلاقوا شريحه التوست هي لوحدها وقفت زي المركب كده على وش الميه. ونجيب جبنه موزاريلا نحط عليها شويه زعتر صغيرين ونحطها على وش شرايح التوست، وناخد الايه الكاسروله واحده 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 لغايه الفرن، نحطها فين؟ في نص الفرن. المطلوب هنا ايه؟ تبقى جلاتين الجبنه تحمر مع التوست، تبقى خطيره جدا. نقدمها للضيوف. تتشرب ازاي؟ طبق الشوربه، بنشيل شريحه من التوست مع مغرفه شوربه ونشرب، ناكل من شريحه التوست مع الجبنه والشوربه. ده اكل الفرنساويين شوربه البصل، انا شرحتها بتكنيك ايه واضح جدا. حلو الكلام. نقلب البصلية كده، الله الله، اهو لازم اهو اقلب كده. اوعى بقى تضحكي على روحك تقول يا خم خم جوزي لسه شاربها عند امه، الراجل ده يوجع راسه ولا ايه؟ كل ما يجي يقول لي اعمل لي سخينه على طريقه امي، وتيجي واخده معلقه صلصه وحطها مع البصله خدت لون، وتيجي حاطه الرز. هو راجل طيب هيقول لك لا مش زي بتاعت امي ابدا، لان هي عندها صبر تحمر البصله، فانت ما عندكيش صبر تقف في المطبخ وعينك تدمع زي الشيف كده، فهتاخد معلقه صلصه كده وتحمري تاخد اللون الاحمر، تيجي حاطه الرز مستوي وتبقى الشوربه اللون اللي انت عايزاه. لا عمرها صلصه الطماطم ما تغنيش عن طعمه البصله حتى في الرز الصياديه، برضه ما تحطيش صلصه الطماطم، خلي طعمه البصل ولونها اللي طلع الرز لونه بني. وما تستخدميش السكر، السكر حطيه ويلا اقلب. هو الراجل ده يوجع راسي ولا ايه؟ كل شويه يقول انا عايز رز بني. لا تحمر السكر، تيجي حاطه البصله، حاطه الميه، حاطه الرز، الرز بني. الراجل ياكل وجعان يعمل طول النهار واقف يعني ورا الكاميرا وشغال. صح، نسمع كلام الكبير بعد اذنكم. يلا نسمع كلام الكبير عشان البصله لازم تتحمر، لان بجد عايز اعملها بالطعم على اصولها، فمعانا وقت لسه. نسمع كلام الكبير اساس، والكبير قال كلمته من زمان، تحيا مصر. اه تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طبعا قعدنا نضحك لما قلت للساده المصورين، قال لك والله يا شيف اقول لك على حاجه غريبه ابو اليزيد، انا كنت قبل ما اشتغل في برنامج شيف ونص كان بينضحك عليا، اه بس بحب، لان طبعا الواحد اكل الحبيب زي الزبيب زي ما بقول، مش ضرب الحبيب، اكل الحبيب زي الزبيب، ما بلاش نقول ضرب الحبيب لان الحبيب ما ينفعش يضرب والله. فكان اه بس دلوقتي يقول لها لا الشيف كنت بيحوش، قالت لي يا ريتك ما اشتغلت مع شيف ونص اشوف الشيف. قالت له انت بتركز مع الشيف ولا بتركز في الصوره تطلع حلوه؟ قال لها ما هو شغلي ان انا اطلع الصوره حلوه واركز هو بيحط ايه. فده النقاش اللي حصل. شايفين البصله الحلوه اهي، البصله هنا بقى لما تدوب وتغلى على النار هتبوش لوحديها، مش هيبقى لها اثر، هيبقى لها ايه كده تلاقيها مهريه اهي زي الفل. يا ام احمد اهلا، ازيك يا شيف؟ ازيك يا ست الكل، كل سنه وحضرتك طيب. الحمد لله رب العالمين. عايز اعرف خلطه الممبار ما بعمله بيتقطع مني. هي ست الكل خلطه الممبار، الممبار لما باجي اعمل الخلطه وما اجي اعمله بيتقطع مني. انت بتساليني عن اكله انا مش بحب اكلها، بس انا هقول لك على الطريقه. انت الممبار بتعمليه لحم ضان ولا لحم بقري بقى؟ لا لا بقري، دي ما تبقى صغيره قوي. اه ايوه ماشي ماشي. حاضر عينيا يا ام احمد، عينيا حاضر. ام احمد اسم الغالي طبعا. بص يا ست، احنا بنعمل الخلطه بتاعت الممبار ديت اللي هي الرز مع الخضره بتاعت المحشي، وبتتحشي طبعا في الايه في الاحشاء بتاعت الممبار ديت، بعد ما بنقلبه بنغسله بميه بليمون ونظبطه تماما ونحشيه الحشوه تمام ويبقى زي الفل، ويتربط
ويتقطع بعد كده ياخد سلقة في النار ويتعمل. بس والله انا مش بحب حياة ربنا ولا السجق ولا البنبار ولا الكرش ولا لحمة الراس. الشيف المغازي مش بيحبه. اهو كده بقى اعمل ايه بقى؟ حلو الكلام اهو. شايفين البصلة طبعا فيها اساتذة ليا، الاساتذة الشيفية طبعا على القنوات الفضائية اللي بوجه لهم التحية، بيعملوا حاجات دي حلوة قوي. هذا الشيف بيعمل حاجات حلوة، غيره بيعمل حلوة. مش معناته ان انا بعمل كل حاجة حلوة يبقى غيره، لا بالعكس، في واحد بيتميز بشيء واحد مش بيتميز بشيء، وربنا خلق الكل كده يكمل بعضه. ما لو اقول لك انا اعمل كل حاجة، طب خليك انت بقى عيش في الارض امرح يا عم وامزح زمان، ما ينفعش. الكون كله البشر كلها كمل بعضيها، اللي يعرف يعلم اللي ما يعرفش. حلو، بصل على النار، رز على النار، ملح وفلفل، نسيبها تغلى على النار يا ابو يزيد براحتها، واوعى تيجي جنب الصلصه، خلي بالك علشان ايه تلويدهاش. حلو، خلينا خلصنا من الايه، من الشوربه بتاعتنا الحلوه اللي هي شوربه السخين. ايه الزبادي ده بيعمل ايه هنا بقى؟ هو ده الكلام. النهارده الشيف اقتصادي من الدرجه الاولى، ولكن الاكل نبحث جواه طلعوا لي غلط. قيمته الغذائيه عاليه جدا، الشوربه ده احلى حاجه في الوجود، خاصه في ايام الشتاء اللي احنا فيها. هنعمل دلوقتي سلطه الزبادي بالنعناع، بس بطريقه سريعه كده كانك بتعمليه عصير. هناخد الزبادي مع النعناع مع الليمون مع معلقه زيت فص ثوم في الخلاط، ترن طلعت سلطه خطيره جدا، مش هنضيف اي حاجه، ونحطها في الطبق كده مع الرز بقى اللي هيطلع. نشوفها عينيا، زبادي ونعناع وعصير ليمون، وايه كمان يا استاذه كريستين؟ وزيت زيتون، وايه كمان؟ وفلفل وملح. الله على الرز. وفص التوم طبعا اللي حابب توم، طالما حطينا نعناع ده شيء عظيم جدا. مقادير السلطه على الشاشه قدام حضراتكم، حلوه، وتلات علب زبادي ونعناع اخضر فريش وتوم وعصير الليمون وفلفل وملح ومعلقه زيت زيتون. لا ده هيبقى سلطه الزبادي بالخيار. شايفين الرز ده بقى كده؟ شويه رز بجد معمولين ايه حلاوه. الله. انا بقى احب الرز كده جدا على فكره، واحبه مع الزبادي والله، وده احلى وجبه عشاء عندي. انا بقول لكم عن اسرار انا بحبها. لما اكون جعان بالليل، طبعا بالليل كل واحد مروح البيت وعايز ياكل، يبقى عين في الجنه وعين في النار. عايز ياكل وخايف ياكل وهينام، يوم يعمل ايه؟ اعمله زي كده، يوم يضحك على نفسه بس بيه بشكل لطيف، يا مكرونه سباكيتي بالزبادي، كلي زي ما تاكلي واكلي جوزك على مسبيتي. مكرونه سباكيتي تسليها، وتجيب الزبادي تقلبيه معاها كده وشويه مكسرات تحطهم على الوش، خطيره جدا. وادي مكرونه بالزبادي، مهما ياكل منها هينام مرتاح، الزبادي بيساعد على راحه القولون وزي الفل. يا نعم يا مدام دعاء، ازاي؟ اهلا يا شيف، ازيك؟ ازيك يا ست الكل؟ كله تمام الحمد والله لله. والله ميرسي على الحاجات الجميله اللي بتعملها لنا، يعني احنا بنستفاد منها الصراحه كتير قوي. انا اهم حاجه ان احنا نطبق اللي الشيف بيقوله. بيحصل والله بنطبق، بس يعني في حاجات بتفشل مننا كده. اكيد يا من الفرن ده، الله اعلم بيحصل. الفرن بقى قولي لي ايه المشاكل وانا اواجه احلها لحضراتكم. اولا يعني انا عايزه اعرف بس طريقه عمل الفراخ المقرمشه اللي زي بناكلها من بره. وما تكونش التتبيله اللي بنحطها ما بتطلعش في الاليه، يعني تفضل ثابته على الفراخ. تاني يا ست الكل، الفراخ المقرمشه ما بتبقاش زي بره. ما بتبقاش، هي دايما بتطرى معرفش ليه. والتتبيله اللي من بره بتقع، يعني انا عايزاها تفضل ثابته على الفراخ زي ما بنشتريه من بره كده. تمام. اتفضل. ثانيا الكيكه بقى دي اللي دايما يعني انا باخدها، يعني حضرتك عملتها لنا يا شيف جميله وكل حاجه، بس انا جيت طبقتها برضو ما بتطلعش هشه كده وعاليه، بتهبط مني دايما مش عارفه ليه. طب انت دلوقتي عندك غلطتين، غلطه الكيكه وغلطه الفراخ المرمشه، في غلطه ثالثه؟ لا يعني دول دايما عشان بعملهم باستمرار. فدايما الفراخ تطلع مني كده ودايما الكيكه تطلع هبطانه مني. اولا انا بوجه لك، اتفضل، انا بوجه لك التحيه اولا علشان انت ست عظيمه وعندك اصرار قوي انك تعملي اكل حلو لجوزك، انك تسالي وتقولي يعني عايزه تطلعي الاكل حلو، يعني مش بتقلقي. ده شيء عظيم. وعشان الولاد كمان بدل ما ناكل من بره، يعني طبعا تبقى الحاجه لبيتي احسن كتير، واحنا بنستفاد منك والله حاجات كتيره جدا حلوه. تسلم ايديك طبعا، حاجات رائعه يعني.
ربنا يكرمك يا ست الكل. وانا بشكرك. وعايزين بقى حاجات كتير يعني تسويه الفراخ بطرق مختلفه، يعني نوع لنا كده في الحاجات بتاعت الفراخ دي بالذات، لان الولاد بيحبوا الحاجات دي ودايما يطلبوا انهم ياكلوا بره، فانا مش عايزه موضوع الاكل بره ده. ده شيء يعني، وكمان نوفر كمان بلاش مصاريف. والله الافضل صحيا، يعني انا اللي يهمني صحتهم ده الاهم عندي يعني. فيا ريت يا شيخ تقول لنا بس كده اتصرف في المشكلتين دول ازاي. اولا الفراخ انت لما بتتبليها بتحطي اي ماده دهنيه في التتبيله؟ ما راحت الحاج. احنا لما نعمل الفراخ كريسبي او مقليه بعيدة عن اي ماده دهنيه في التتبيله، سواء زيت ولا زبده ولا سمنه، ده مهم جدا. ليه يا شيف؟ علشان هي اللي بتخليك تفصل الخلطه. ثانيا ما تحطيش المقليات في زيت بارد، لازم على طول لما تيجي تقلي يكون الزيت سخن وشديد. حلو. رقم ثلاثة، حطيها في الثلاجه شويه تاخد تبريد شويه علشان الخلطه تمسك في الدجاج او تمسك في اللحمه اللي بتعمليها، سواء اذا كانت سكالوب او كوردون بلو او دجاج مقلي. ده بالنسبه للمقليات. اما بالنسبه للكيكه، عوامل نجاح الكيكه ثلاثة. رقم واحد، البيكنج باودر ما يكونش مرطب، يعني ما يكونش متخزن بقاله فتره طويله ومش جايبه علبه ومكشوفه. البيض تتاكد انه طالع من الثلاجه وكويس، ده تتاكد انك انت قلبت البيكنج باودر كله مع الدقيق لوحده، المواد الجافه ما حطوش على سوائل، يوم يركن فين؟ في محطه مكان معين. دي حاجات كلها انا بقولها تتلاشيها لو انت بتعمليها خلاص. الفرن لازم يكون سخن من قبل ما تحط الكيكه، درجه حرارته 180 والفرن جاهز، يعني ما تولعيش الفرن وفي الكيكه في قلبه. حلو الكلام ده، مهم جدا اللي بقوله ده. ثالث رابعا او يمكن خامسا مش عارف، ما تفتحيش الفرن والكيكه جواه الا بعد 30 دقيقه، الاطفال الصغيرين ما يخشوش المطبخ ويفتحوا الايه الفرن. دي حاجات مهمه جدا. لما تطلعي الكيكه من الفرن ما تقربيش منها خالص غير لما تبرد، تبداي تتعاملي معاها، هتحط عليها شربات، حط الشربات وهو سخن علشان تشرب الشربات، اذا انت تسقيها شربات الاناناس او شربات برتقان او عسل ايا كان. حط عصرة ليمون كده للسلطه دي كده بس. شكرا. الله، سامعين الصوت ده؟ انا اجي جنب الحله كده قوي الصوت ده. الصوت ده الواحد لو جعان يخش في الحله دلوقتي يغوص بجد. ريحه الرز مع شوربه البصل. ما عملناش حاجه، انا قلت هما ثلاث حاجات زي الملح والفلفل طبعا، بصل ورز ومعلقه سمنه بلدي. السمنه البلدي شم ريحتها مع الرز مع البصل، ده كله طبيعي من خير بلدنا اهو، زي الفل على النار. سيبها كده تغلى على النار لسه بدري. حلو. نضرب الايه كل اللي انا حطيته في الخلاط ده كده زي الفل. هو ده. الله الله. حلو قوي. شكرا. خلص. ده خطير بقى مع الرز، صلصه خطيره مع الرز. الرز الابيض والخضار اللي انا عامله ده كده ملوش حل. حاجه بسيطه جدا اهيت بس ملوش حل. انا اكلت في مطعم هندي مشهور جدا، مش هقول اسمه طبعا عشان ما حدش يعمل لنا مشكله، ولكن اللي عجبني الصوص ده سالت الشيف طبعا، هو سوري بس عايش في الهند بصراحه يعني عشان تبقوا عارفين. فقال لي بقى الايه الصلصه دي جميله جدا مع الرز، جربتها خطيره فحبيت اعملها لحضراتكم. اهي ناخد الشوربه جاهزه. الله الله. جربوها كده واشربوها دي النهارده بجد حكايه. انت ممكن تضيف بقى حاجات بقى شويه قرفه براحتك بقى، عصرة ليمون حسب ما انت عايزه مفيش مشكله. شايفين الرز نافش ازاي في قلب الشوربه؟ حبات الرز خطيره، شيلها من النار خلاص زي الفل. هنوري لحضراتكم بس حبات الرز عامله ازاي. ما تكتريش رز، رز قليل جدا. شوربه خطيره. بصلايه ناعمه من غير توم، دي ما فيهاش توم، تغلى على النار، تستوي على النار في سمنه بلدي، ننزل عليها بالميه نسيبها تستوي، ننزل بحبات الرز، معلقتين رز بس لاربع كوبايات شوربه، حبتين معلقتين رز لاربع كوبايات شوربه، يعني الكوبايتين شوربه ياخدوا معلقه رز.
زي الفل يا مدام ايمان، مدام الهام. زي ايوه ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ازيك يا شيف، عامل ايه؟ منور. الله يسلمك. ازيك يا مدام الهام؟ الحمد لله. منورين يا ست الكل. بقول لحضرتك عايز اعرف طريقه عمل الكبسه. كبسه؟ عارفة. عايزه تعمليها كبسه ايه بقى؟ قولي لي. كبسه باللحمه ولا بالفراخ؟ نعم. بتتعمل بتحط فيها لحمه ولا لازم فراخ؟ انت عايزه تاكلها بايه بس؟ قولي احلامي وانا تحت. باللحمه. عايزه اكلها باللحمه. بالهوبر. عينيا نعملها. ايوه. حاضر عينيا. حاضر. حاضر. ربنا يخليك لاولادك يا رب، يخليهم لك. حبيبي شكرا. نعمل كبسه باللحمه ازاي؟ حاضر. اوه معانا وقت قد ايه يا استاذه كريستين؟ 6 دقايق. خليها في الفرن لسه عشان ناكل منها. دي يا ابو اليزيد انا عارفه تحبها. ميزه الاكله دي بقى ايه؟ اللي بيحب الخضار هياكل الخضار في طعمه السجق، طعم الشرقيه، الطعم البلدي، الاكله الشعبيه اللي احنا بنحبها، سندوتشات سجق. حد ما اكلش سندوتشات سجق في الميكروباص وهو مسافر؟ هناكله مع الخضار بقى. اللي عايز ياكل سجق بقى ويخش على السجق هيجيب سجق ويعمله رغيف عيش كده وياخد طبق ميه في سكته، بتنجانيه في سكته، ويبقى رغيف سجق. نعمل ازاي الكبسه؟ هو ده الكلام. كبسه على اصولها، واجدع واحد يعمل الاكل السعودي طبعا الشيف المغازي. دي شهاده باعتراف العالم كله. ليه بقى؟ انا عشت في السعوديه فتره طويله كتير وكنت شيف، فيعني شارب الاكل الخليجي من بالزم زي ما بيقولوا. حلو؟ تعالوا نعمله ازاي مع بعض. نعمل الكبسه باللحم، لازم يكون اللحم ضاني. ناخد اللحم نقطعه خبر، يستوي على النار، بصلايه ناعمه، فص ثوم ناعم، ننزل بالبهارات العربيه اللي هي لومي، ده لازم، قرفه اللي هو الدرسين، القرفه الخشب، او الحبهان اللي هو الهيل، ده كله صحيح مع تحميره اللحمه. استوى زي الفل. ننزل، عايزاها بيضه ولا حمراء؟ في اهل جده الكبسه النجديه بيعملوها بيضه، في الرياض وفي القصيم يعملوها حمراء، هي بتختلف من مدينه لمدينه ومن قريه لقريه. فالحمراء بتحط لها صلصه طماطم او طماطم، البعض يحطها من غير اي حاجه خالص تبقى بيضه اللي هي واخده لون البهارات بس. فخلونا نعملها من غير طماطم، انا بحبها من غير طماطم عشان الطماطم بتعمل مشاكل في القولون. حلو. ولو حطينا معلقه سكر بتبوظ طعم الاكل، فانا من غير طماطم بعشقها. خلوا بالكم. غلت اللحمه مع البهارات الصحيحه الخشنه زي الفل. استوت اللحمه، شلنا اللحمه كده، اصطدناها وصفناها من الشوربه وسيبنا الشوربه على النار، خليناها على جنب، حطينا اللحمه في صينيه. اللحمه دي ممكن تكون فخده ضاني او دجاجتين، مفيش مشكله، حطيناهم على جنب. الشوربه بتغلى على النار، فيها البهارات الصحيحه. هتجيبي نفس البهارات خشنه مفرومه يعني مطحونه ناعم، هناخدها اللي هي معلقه قرفه، معلقه جنزبيل، نص معلقه هيل عشان ما يمررلكيش الاكله، فلفل اسود وملح، وحبايه لوم نكسرها ونخلوهم على جنب. ونجيب بصل نقطعه 3 4 بصلات ونقلبه مع البهارات ديت، معلقتين سمنه، ونحمرهم على النار. دي الكشنه بتاعت الكبسه اللي هي بصل والبهارات دي تتحضر مع بعضيها، معلقتين سمنه، وحمرنا البصل، هتلاقوا البصل لونه احمر كده وجميل جدا بالتوابل العربيه. ركننا البصل على جنب ونسقط في قلبها قرن فلفل حار متقطع عشان تبقى سبايسي. وعندنا الشوربه بتغلي. الكبسه انا مش هاخد غير 5 دقايق بس. الرز البسمتي مغسول ومنقوع، هناخد الرز نصفيه ننزل بيه على الشوربه، نقصر النار، هتلاقوا الرز استوى بسرعه لان الميه بتغلي والرز منقوع، حبات الرز نفشت وبقى زي الفل استوت. هناخد اللحم ده كده نحطه على الوش بتاع الكبسه ونحطه، وناخد الكشنه البصل الاحمر نحطها على وش اللحمه ونغطي الحله. في انسجام هنا بقى، الدور الاول الرز بالشوربه بتاعت اللحم، الدور الثاني اللحم اللي احنا نشلناه من قلب الشوربه، الدور الثالث الكشنه بتاعت الايه؟ الكبسه. نغطي الحله ونكمرها على جنب لمده 20 دقيقه مكموره، نكشف نشم بقى الانسجام، نقلبها تقليبه عشان هي اسمها كبسه، نكبس جوه اللحم جوه الرز ونقدمها بألف هنا وشفا مع فلفل حار مع طماطم زي ما انتم حابين، السلطه الحبيبه اللي هي طماطم مع فلفل حار مع عصير ليمون، دي السلطه اللي بيقدموها الاخوه السعوديين مع الكبسه. يا نعم يا استاذه كريستين. يا مدام سهير ازاي؟ الله يسلمك. ازيك يا شيف؟ ازي حضرتك؟ تمام. وحشنا. تسلم ايدك على الحاجات الحلوه دي. كله تمام منك يا رب. الله يبارك. الله يخليك. عايزه اعرف طاجن العكاوي. عكاوي؟ حاضر. عشان جوزك يرضى عليك. ايوه شفت ازاي؟ والعكاوي في ايام الشتاء حلوه. ايوه. خلي بالك. البرد اللي احنا فيه ده. مع مين؟ ماشي.
حاضر يا ست الكل. شكرا. تحت امرك تحت امرك. الله، واحده واحده ابو اليزيد معايا، انت حبيبي حبك انا. صح الله، بجد انا مش عايز اسيب الكسرونه من ايدي بجد. الريحه ايه خطيره، شايفين الشغل ده؟ شغل جامد قوي، اكتر ما هو معمول بحب الشكل كمان بطبيعته ولا اي حاجه. طبعا محتاج اي برزنتيشن يا استاذه كريستين؟ ابدا خالص. خضره بانوانها الطبيعيه، البطاطس مستويه، الفلفل الحار، السجق، وكلكم والقرن الفلفل الحار على الوش ده كوم بقى، ده اللي خلينا ناكل الايه الكاسرولة دي كلها. الله اهو شايفين سبته بطبيعته. ليه انا سبته كده؟ عشان في اطفال على السفره، الاطفال احباب الله، شايفين ازاي؟ ليه بقى؟ عشان ما ينفعش ان هم ياكلوا ده، لان السجق اصلا بطبيعته حامي. الله حلو قوي، الف هنا وشفا. مشوي السجق اهوت زي الفل تمام مع الخضره والبطاطس، حكايه اهي. شايفين البطاطس كمان مستويه، كله تمام الحمد لله مستوي، الف هنا وشفا للي هياكل. انا عايز بس ان قبل ما ننهي الحلقه بتاعتنا طبعا عشان استاذتنا المخرجه نشوف الانسجام. الرز عينيا، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ قالت لي ناس الرز يا شيف. حاضر عينيا، هذا الرز بتاعنا، رز حلو زي الفل. نمسك الرز ده دلوقتي نغرفه في طبق كده سريعا، مهم جدا. الله. عايزين نتكلم عن الوجبه دي النهارده، ده هرم غذائي ولا مش هرم غذائي؟ في كل حاجه، ادي الرز. شفت ليه انا عملت رز مصري من غير اي حاجه؟ يناسب الاكله بتاعتنا الحلوه دي كده بالهيل طبعا. الحبان، شايفين الحبان في قلب الرز؟ حكايه. الله. ابو اليزيد اهو بيقول لي فين الحبان اهو. الله، برضو السمنه البلدي، البخار ده السمنه البلدي. ما بتجيبش حاجه من بره. الف هنا وشفا يا عم احمد. تمام كده يا استاذه عيني، اي خدمه. رز مصري جميل بالسمنه البلدي، واخد البخار الجميل الحلو، السلطه الخطيره الجميله الحلوه مع الرز ده، دي وجبتي في العشاء خطيره جدا. الخضار تورلي مع السجق، الشوربه الخطيره الاسكندرانيه الجميله اللي فيها طعم من خير بلدنا. المطبخ بسيط جدا وسهل، ولكن القيمه الغذائيه عاليه جدا. اللي يقعد على الوجبه ديت ما فيهاش اي مشاكل صحيه خالص، وبنرضي كل الاذواق. اللي مش عايز ياكل لحوم ياكل خضار، اللي عايز اكل خفيف ادي الرز مع الزبادي، اللي عايز يشرب شوربه عشان يدفي المعده في ايام الشتاء يشرب شوربه. حرمكم من حاجه؟ ما تقولوا لي الله ينور، تسلم ايدك. المطبخ على شاشه النايل لايف، الرؤيه والابداع والفن، حصريا مع الشيف المغازي.